هلا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير، صحه وسلامه يا رب. بدايه فصل، اجواء حلوه اليوم، خلي نهزم الحباري. باكر فكه ان شاء الله شباب، يعني المقطع الجاي فكه. تمام، هالمره راح انزل بيه نزله قويه، بعد اقوى من النزلات يعني من الفكات القديمه اخر فكتي. بس اذا تشوفون هزيمتها هيجي، انا دا افك من هالجهه، يعني دا افك عكس هزيمتها. راحت والله شباب، بس انت يمكم هسه اقرب لكم. شوفوا 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 هاي حموده اللي طبيها، شفتوا هاي الخمس حمور طبت بيها. تطيع خمس حمر، شوفوا هاي بالصفحة خمس حمر، حمر بهنا شعل بحمر. شوفوا طقن طقن منها، نين طقن شوفونا. راح يا شباب اختفن. هسه خلي نفتح الزواجل، هسه 7:30 نقول، يعني لاني لازم يحطن، يعني اقصى شيء اليوم 8:30 9:45. تمام، اليوم لازم 8:30 9:45، يعني ساعة الى ساعة وربع. شوف هذا الفرق، والله ما ادري من يجي، هذا راح يجي هسه تقريبا. خلي هاي هنا أنا. نجيب الرايح، شوفوا شباب الزواج المستحدة. طبعا الحائلة هم مطيرة من الصبح، تقريبا راح يخلص وصل الحائلة. انتبهوا على جنح الزواج شباب، شوية شوية تغير من الطيور، بس تجي تحوط ما تنهزم. الى طيور قبل تنهزم، هاي راح نخبط التور والله شباب. شوف هاي التور مالتنا، هاي الحباري مالتها عالية هاي، وكان التور بصفها هياتها هاي. شوفوا تلاقي واحدة باللخ، وهاي كومة ثالثة تور همي فوقاهن. هاي كومة ثالثة راح تليقها، شوفوها صغيرة هاي، اتمنى واحدة بصف اللخ. هاي شغلة الفر، هاي تلعب. شو السالفة؟
هن عاليات بالسماء وظلني يفرني ينزلن. يعني عالية نقاط شباب وتاخذ لها كم فرة تنزل للقاع. هاي التورياتها بصفنا ما خطنا حياتها. هاي هاي رجعت هزيمتها مقلالة مو مثل قبل. قلت لكم هذا بمقطع من المقاطع عمي كانت هزيمتها ساعة ونص. ساعة ونص الطيور ماكو فوق البيت يظل بالي عليها وهي ماكو. هسه ماكو تروح تقطع شوف وتجي. شلون صارت ملت هي ملت بعض الطيور. وانا حتى رايي لو ما معلق لها. شباب طبعا الساعة هسه بثمانية. نسيت اطير الزيرة. هنطيرها. ماكلات ومرتبات امور الراحة وعشين اخويا. طابت. هاي تور همين تنصى. بس هفيلها اصفر لها ترد تعلى مرت لها. هاي الزواج اللي هاتها من جدي. وهاي الحايلة يعني شلون ثلاث انواع في انا واحد بس ما حد يخبط بالله. يعني هاي افضل شغلة. مرة مرتين قاموا يخبطن الحايلات ويا الحباري ومتحاركين قاموا يطلعن. بس هي الحباري هسه خلصت انا معلق لها راية. بس خلي ينزل هذا البدرنج من عندها واصعد اشيل الراية حتى يحطن ونفتح لهم خاليف. ضربنهن ذن. هاي الزواج الرايحة جاية قامت ما تبقى فوق البيت شباب. راحت لها شوية تهديد هاي الزواجة تتروح تكمل ولا هي هم راحت. هسه يعني هاي صار لي كم يوم القفصين اردت تبن والله ما فارغ لهن. هاي شوف ذني العليوله وهاي اريد اصور لكم اياهن واريد ارتب الامور بس مدى افرغ لهن مدى اعرف ليش. بس اليوم لازم اصفيها. اليوم هاي الثلاث ابراج لازم اصفيها ارتبها ان شاء الله اذا الله اراد. اي شباب طبعا هسه الساعه 8:22 دقيقه يعني بعد تقريبا 5 دقائق 6 ويقبطن ساعه الحباري والزواج. الزواج اللي هنطيرة بعدها طبعا. هاي الزيرة اليوم اصلا ما صعدت شلبت. هاي الزواج الزيرة اليوم اصلا بقت ويا الحبريات ظلت طايرة وياها. لازم تفصل واخذ الجنح. شو الله هاديها اليوم. ما صورت شليك. هاي معلقة ترايات وريجي خط. اليوم شوية نزيد عليها يعني بدال الساعة مثلا ساعة وربع ساعة وعشر دقائق ساعة وربع منطقية. انا اشوفها خلي يطيرن ساعة وربع. هذا البدرينج والذاك اللاخ اثنين حمر ويا ما طبن طارن فهم اللي بين بالحبريات. بس ما خبطنا لحد تلاحظون شباب راح يخلص الموسم ولا الموسم استوى بدا. بس الفكرة انه لحد هسه ما خاطينا كومة تور بالتور. يعني شنو معناه تور الحدث ما خابطين نهائيا. طبعا البارحة طفرة من عندي ما قلت لكم مقطع من المقاطع طفرت هاي الطيرة الفاروخان اللي انا ما شكلتها اصلا راحت في هواية وطفر فرق فاروخان. هذا اللي ورد هاي طلع حياته على الكاميرا نينات الراحة خوش حشيب. المهم بالليل جني حطن وين على برج الزواجل. بالليل حطن هنا على برج الزواجل عاد نزلتهن. يعني هنا طارن وظلني هوشن. فمن نزلتهن سويت عاد زيت الصابون اللي بجنحن ثقلتهن اكثر حتى بعد شنو لي يطيرن ويشمر روحن. انا ذني بديت افتحهن شباب مو لغاية انه اريد اطيرهن. اللي يطير منهن خليه يطير ما عندنا مشكلة بس يكون يطلع مخرج وينزل يحط. بس الغاية الاساسية فتحتهن ذني
حتى الطيور تلزم حلالها تأمن تطلع الطوب تفاري تتكافز برا تزوج تبيض طلع لنا من عدفة 30 فرخة. هاي الغاية هذا اللي أني ببالي. أما إنه أرد طير ذني فما عنده مشكلة، إذا اللي إذا يطلع بيه المخرجات خليه يطير شرد منه. هسه إحنا عندنا تقريبا 2-4-6-8-10 فرخات نفس العمر نقدر نخرج تخريجة واحدة، وعندنا هنا هم تقريبا 10 يعني زينة الأمور، ونطلع لنا بعد فجأة 30-40 فرخة وهن ذني حتى نلاحق على الموسم. البارحة واحد من التعليقات قال لي انت شو وقت لعب تطير فرخات اذا انت تشارك السباقات؟ ما عندي فرخات يا صديقي، ما اريد اشتري صراحة، ما اريد اشتري فرخات، ما اعرف اصلها وفصلها. هاي هنا الطيور اطلع من عدها مثلا اللي الطبقة اللي مثلا مني طلع من الفرخات بعد نجو امهاتنا نيشين هنا اعلمهن الطيور اللي ببالي مثلا هاني واشوف طبقتهن على الاقل تطلع لك طير زين تكرر امرت له. اذا تجيب طيور من برا طلع طير زين طلع طير مو زين ما راح تبكي. وانا اريد مبذني زقر حلق واحد حتى يصير بعد السالفة عدنا عادية، يعني يصير هذا مني امن يبيض مرة واحدة يقوم تكمل فرختين هو مبيض ونزل عندنا الفرختين فاكسن فرختين يصير ماكينة. وهسه اليوم راح اصفي هاي الثلاثة ابراج جو فول الفول هلا هلا بينا بالتعليقات شباب، مو الكل اخوتنا واصدقائنا عاد كم تعليق مع العالم مو يم الحمام يجي يصفط براسك حكي وتصعد السطحه تبقى عنده 4 خضاروات. فبطلوا هاي السوالف وارجع واقول مو الكل شباب كم نفر. هذا المقطع طيور ما تلحق عليها من المرض ومن الهاية يجي يثرج براسك شو مقعديها شو ما هزمته تهزم انت بسطحك هزم انت بسطحك ما طول انت يجي فنان وبراج. اول مره اشوف واحد يعني والله ما ادري شو انه سباوع في مال شو لك بهالسوالف. هاي المخالي شباب طيور يراد لها وقت، هاي اذا تريد تهزمها ما تهزمها هسه. انا مو من ذول جماعه الفكات وقاعدين من الصبح لليل، انا رجال صاحب عمل صاحب دوام على فراغه طير وتونس. انا مو ذول اللي بين يوم ويوم عندهم فكه وطالع من منطقه لمنطقه، لا حبيبي متوهم. هاي القناه مو مال هاي الامور، هاي القناه انا رجال اريد اتونس هاوي عندي هوايه حلوه اتونس لا اكثر ولا اقل، فما مستعجل على كيفي. كانت الحايله مالتي كل يوم هزيمتها كل يوم تنهزم ما تخلي مكان، خلص بعناء الحائلة. هذا جيل جديد جاي خلص هذا على كيفنا وياه ما عندنا شيء. شو عسى ما عسنا جاية يلا شو عندي. هاي كاي تسوى الدنيا سايد طير بيهين ومتونس تسوى الدنيا. كل تعليق اشوفه ادري نايمات ادري شو وقتين هزمن والله خبلتونا بالحمور والمخاليف. شو لك علاقة بهاي الامور؟ تباوع وتونس ما يعجبك تباوع لا تباوع اطلع. طبعا شباب الكلام موجه لكم نفر اللي علقوا هاي التعليقات التعبانة، اما باقي الشباب فما عدنا ياهم شيء. علقت لها الراية يسعدنا نشوف هاي طيارة مقضبة هذيش طيارة مقضبة جوا وفعل مقضب قضبة طارت. يطير والله شباب ما دلاحق عليها كفيلكم الله. ما اعرف شنو الموضوع. هسه هاي العالم كله ذا تراب.
هسه مو كل اللي تربى هسه احنا طيورنا هاي الحواري زواج ما عندنا مرض بس يم الحور. ما شاء الله طيور تطير حلوه ونظيفه يراد لها يراد لها صبر. وحتى هاي الشباب تتعلق مثلا تقول لك يا بت شنو مبقي طير ما صيد؟ شباب انا ما بقي طير ما صيد، انا مثلا منقص طيرتين احسن ما اروح اشتري طيرتين، لزمت لي طيرتين حلوات ام خالي بقيتهم. هسه والله اكو فحل الابتر، الابتر انا ما اعرف شنو موضوعه، ترى الابتر غير ما صيد صايديه احنا. الابتر من نطيره ما يبقى بالكومه، يروح يدور على اهله قلب اهل الدنيا، ابتر مكعكع الحني. يفر الدنيا فر. ويرجع عندنا زين. هذا الطير ينباع هو مال انا متاكد مال فكه، هذا الطير ما يبي رقم تليفون، بس من الطيره يفرها للدنيا فر ما يبقى وياكم. هسه شوفوا طياره ثاني طلع الابتر راح، هذا غير الابتر هذا قبل يومين انبتر، ذاك اللي طلع البكعك راح. هسه شوفوا شويه الاخ يجي بالسما وينزل ويحط وفحل مخلف، هذا يصير اقوى من الطير جلد فرق مالتك. شوف هذا هسه صار له قد بنصدناه احنا وشكلناه، وحتى مزاوج والله فتحناه ما يخلي مكان، يروح يهوش يهوش على اهله، بس طير مال بعد مبين مدى يرجع لاهله. فالحمر شباب يرادلن وكيد يرادلن صبر، اذا هذا الموسم من هزمن مو مشكله نسوي عدد قوي تاكل عمر الطيور، الموسم الجاي نتونس عليها نخليها على العوده سعدنا خير من الله. ذني بعد ما مطيريهن يعني مطيريهن، بس هسه قعدناهن ديزوجن يستقرن، ذاك البرج هم نفس الحاله، وهاي هنا ذني خير من الله. شنو بعد يا شباب؟ هذا شوف مقضب، هذا مقضب والله فحل جوا مقضب. شوف الجناح هذا الكمر اللي جاب لي احمد البيروتي صاحبي الا حديده، انا بعرضه شنو منطير هو لزمه بالليل. شيل الراية عندني فحلي النسر، خاف شوية متعبة خليه يحطن ونرجع نطيره. هذا لعبت رجع، شوفوا شباب رجع ذاك ورا الطيور، هذا ما ينباع شباب مع العلم ما صيد. شوف الطير ما ينباع، هذا دفن بالطيور، احنا نقول ابتر بس هو طلع بين النسل. بدني الفحلي نحطه ننسله، هاي من الجلدات فرخ هذا الفحل. حط هذا اللاخ هاي اني شباب اسبوع زمان يصير بيه انفصل، جو بارد وحلو، طيور الطيور ما تفر، طيور تلعب جنحين. هاي هسه راح تبدا تفر رجوعنا هذا الما يرحم. شوف الجنحه قبل تغير راح لي غاز شاهين ما ادري شنو. جتنا هاي هم حمر تفر، ستخبط طبعا اذا قلبت خبطت، ما قلبت ما خبطت خمسين هاي ما جيرة نصلحنا طارت من ورا الصقر.
والله شباب حلوة وطيارة حلوة تونس، كوميرليات بيها، عارف اللي بس ود بيها شباب بعد شو تريدون؟ هني هسه 3 4 5 6 7 8 9 حطات 9 طيور حاطة عندنا.